إني وقفت بمحسن إنك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات وجنة وأجلها القرآن خير مريد ما حرفت أو بدلت كلماته شلت كالتهجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنتهي عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لمن فيه العزيز ولو درى نعم الغرام به ما كان مساعدي. يا رب صل على النبي محمد واجعله شفيعنا في غدي. إخوة الإيمان، خير ما نهتدي في ساعتنا هذه آيات بينات كتاب الله الحكيم والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الحاج أحمد أبو المعاصم القارئ بتحالف دعوة التلفزيون العربي والقارئ بمجلس السيدة زينب القارئ.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
وكان تعليقه مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.